انا عايز اقول لحضراتكم ان كان هناك ايضا في فتره التوقف الدولي مباريات للمنتخب الاولمبي. الحقيقه انا ما اعرفش ليه شايف ان هناك هجوم شويه عن المنتخب على منتخبنا الاولمبي. المنتخب الاولمبي عنده مجموعه جيده جدا من اللاعبين، عنده مدير فني كويس جدا الكابتن شوقي غريب، واحد من المديرين الفنيين اللي عندهم خبره كبيره جدا مع المنتخبات الوطنيه المختلفه، وبالتالي ان شاء الله عندنا بطوله يا جماعه كمان اقل من شهر، اقل من شهر يوم 8 اعتقد 8/11 بدايه البطوله. البطوله دي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، إن شاء الله هتوصلنا إلى أولمبياد القادمة أول وتاني وتالت. فالمنتخب الأولمبي محتاج دعم كبير خلال الفترة القادمة، كل الدعم أنا شخصياً كل الدعم، ومن المفترض أن يكون هناك دعم كبير من الجمهور المصري لمنتخبنا الأولمبي. عندنا مجموعة جيدة من اللاعبين، مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك، مصطفى رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، بقية اللاعبين اللي متواجدين الحقيقة أيضاً على مستوى عالي، أسامة جلال لاعب نادي إنبي، كلهم الحقيقة نجوم بيلعبوا معظمهم في المنتخب الأولمبي وفي أنديتهم بالمناسبة في الدرجة الأولى. في برضو محمد أشرف من الأهلي وزياد محمد من إمبي، مجموعة جيدة جدا من اللاعبين الحقيقة، دول بيلعبوا أو كانوا مع منتخب الشباب، والكابتن شوقي ضمهم إلى المنتخب الأولمبي. وحاجة جيدة نحن نشوف ونشوف لاعبين جدد ونشوف حاجات جميلة ونشوف حاجات جديدة، هو ده اللي احنا محتاجينه خلال هذه الفترة. هنتكلم أكتر الحقيقة عن منتخبنا الأولمبي مع نجوم